ازيك؟ عامل ايه؟ يا رب تكون دايما بخير. في حلقة النهاردة هنتعلم ازاي نسأل حد عن وظيفته بالانجلش، وكمان هنتعلم ازاي لو حد سألنا عن وظيفتنا نرد عليه بالانجلش، وكمان هنتعلم ازاي نتكلم عن وظيفتنا بشكل عام او عن وظيفة حد تاني سواء كان شخص واحد او اشخاص كتير. انا اسمي احمد حسن وانت بتفرج على كورس تعلم اللغة الانجليزية من الصفر على Learn Different Academy. في البداية كده لو عايز تسأل حد هو بيشتغل فين هتقول له Where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you work? دورك. وخلي بالك من نقطة مهمة جدا، لو عايز تقول له انك بتشتغل في مدرسة مثلا بشكل عام من غير ما تقول له اسم المدرسة، او بتشتغل في شركة بشكل عام من غير ما تقول له اسم الشركة، او بتشتغل في مطعم مثلا بشكل عام من غير ما تقول له اسم المطعم بالضبط، ساعتها هتقول I work in، I work in a restaurant, I work in a school, I work in a company. I work in a restaurant, I work in a school, I work in a company. دورك؟ إنما لو قلت I work at، فساعتها أنت هتتكلم عن اسم المطعم أو الشركة أو المدرسة اللي أنت بتشتغل فيها، فهتقولهم بالشكل ده I work at الحرية restaurant, I work at British school, I work at technology company. دورك؟ اما بقى لو عايز تساله وظيفته ايه، يعني هو بيشتغل ايه في الشركه دي، ساعتها هتقول له what do you do, what do you do, what do you do, what do you do. دورك. طيب ده بالنسبه للاسئله، طب اجاوب بقى على الاسئله دي ازاي؟ في حاله لو حد قال لك where do you work دي عرفناها خلاص، طب what do you do اجاوب عليه ازاي؟ بمنتهى البساطه هتقول I'm a teacher, I'm a doctor, I'm an engineer, I'm a nurse، وهكذا. دورك. طب لو حد بقى قال لك انا بشتغل في مكان معين ووظيفتي حاجه معينه وعايز تقول له واو دي حاجه حلوه قوي، دي حاجه كويسه جدا، هتقولها له ازاي؟ ممكن تقول له واو ذاتس نايس، ممكن تقول له ذاتس جريت، ذاتس جود، ممكن تقول له مثلا هاو انترستينج، كل الحاجات دي ممكن تقولها. دورك. تعالوا بقى نعمل محادثه بسيطه كده، انا هقلد يعني هغير صوتي كده بحيث ان انا يعني طالع بمنظرين وبتاع. المحادثه دي بين اتنين، واحد اسمه علي وواحده اسمها ساره. سارة بتسأل علي بتقول له Where do you work علي؟ علي هيقول I work in a restaurant. فسارة هتقول له What do you do there؟ يعني انت بتعمل ايه في الريستورانت ده؟ فهو يقول لها I am a waiter، يعني انا بشتغل نادل او جرسون في المكان ده. فهي هتقول له That's good، يعني دي حاجة كويسة. لو هو عايز يسألها بقى هيسألها نفس الأسئلة تاني، فهيقول لها Where do you work Sarah؟ فهي هترد عليه وتقول له هي بتشتغل فين؟ وهو ممكن برضو يقول لها What do you do there؟ يعني انت بتعملي ايه في المكان ده؟ فهتقول له I am a teacher, I am a programmer, I am اي حاجة بقى ايا كانت. وهو هيقول لها مثلا That's good, that's nice، طبعا لو بتشتغل حاجة كويسة يعني. نيجي بقى للجزء الخاص بالكلمات. محتاجين الاول نعرف شوية كلمات ونعرف ازاي نستخدمهم، وازاي نستخدمهم صح. الاهم بقى ازاي نستخدمهم صح في present simple اللي هو المضارع البسيط اللي هنتكلم عنه النهاردة في السياق المحادثة. فأول كلمة معانا هي كلمة teacher. teacher. teacher ده اللي هو المدرس. فلو عايز أقول إن أنا 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 مدرس هقول I'm a teacher. I am a teacher. I am a teacher. دورك. لو عايز أقول مثلا على حد تاني، أنا بكلمك أنت هو بيني وبينك راجل لراجل هو بكلمك، بكلمك عن ولد تاني أو عن راجل تاني، فهقول لك he is a teacher. He is a teacher. لاحظ معايا ان he جه بعدها is، فقلت he is a teacher. He is a teacher. دورك. كذلك الحال لو انا وانت بنتكلم راجل لراجل كده وبنتكلم عن بنت، فساعتها هنقول she is a teacher. She is a nurse. Nurse يعني ممرضة. She is a nurse. She is a nurse. دورك. طب لو بتكلم عن اتنين، انا وانت بنتكلم راجل لراجل برضو بس بنتكلم عن اتنين، ساعتها هنقول ايه؟ هنقول they. ولما نقول they مش هنستخدم معها is، لا هنستخدم معها are، فهقول they are. They are. They are teachers. They are teachers. دورك. طب لو عايز اتكلم عني انا وانت، انا وانت، ساعتها هستخدم we. وده
بينطبق على لو انا وانت لوحدنا بس، او لو انا وانت ومعانا ناس تانيين ساعتها برضو هنقول we. فهقول we are، مش هقول we is بقى، هقول we are. we are friends، we are friends، we're friends، we're friends. دورك. طيب لو انا بقى بكلمك انت وبخطبك انت، ساعتها هستخدم حاجة اسمها you. طب لما استخدم you دي بقى هقول you is؟ اكيد لا طبعا، هستخدم are، فهقول you are. ممكن اقول لك you are my friend، you are my friend، you are my friend. دورك. طيب اللي احنا استخدمناه ده حاجة اسمها verb to be، اللي هو استخدامات الverb to be اللي هي am is are. لو هتكلم عن نفسي اقول I am، هتكلم عن ولد او بنت وبكلمك انت عنهم فهقول he is او she is. لو هتكلم عن حاجة جمع سواء انا وانت بنتكلم عن اتنين تانيين، او انا بتكلم عني انا وانت، او عني انا وانت ومعانا ناس تانيين، ساعتها هقول we are، we are بالشكل ده. طيب ده اول استخدام في present simple. لكن في حاجة تانية احنا محتاجين نتكلم عنها برضو، وهي لو انا عايز اقول ان انا بشتغل في مكان معين، او هو بيشتغل في مكان معين، او هي بتشتغل في مكان معين، او هما او احنا، ساعتها هعمل ايه؟ ساعتها قدامي two options. لو هتكلم عن هو او هي يعني ها يعني ايه؟ برافو، يعني هي او شي. ساعتها هحط للفعل اللي انا بتكلم عنه اللي هو الverb هحط له s او es. هعمل لك فيديو تاني صغير هقول لك انت تحط s وامتى es، مش دلوقتي، لكن انت خليك عارف ان انت تحط s او es للverb. فلو انا هقول هي، ساعتها هقول هي works. work اللي هو الverb العادي وضفت له الاس، فقلت he works، he works in a school، he works in a school، he works in. نفس الحكاية برضو لو بتكلم عنها هقول she، she plays، she plays. فplay اللي هو الverb وبعدين ضفت له es عشان هي مفرد، فقلت she plays tennis، she plays tennis. دورك. كذلك الحال برضو لو انا وانت بنتكلم عن اشخاص تانيين سواء كانوا اتنين او اكتر، فساعتها اقول they work in a hospital، they work in a hospital، they work in a hospital. دورك. او برضو ان انا اكون بتكلم عنك انت سواء انت كشخص واحد او انت ومعاك ناس تانيين، فهستخدم you برضو، فهقول you work in a school، you work in a school، you work in a school. دورك. فكده عموما انا لما اكون بتكلم عن شخص واحد بس الشخص ده ما يكونش انا ولا انت، ساعتها هحط للverb بتاعه s، فهقول he works او هقول she plays او اقول it looks. انما لو بتكلم عن اشخاص كتير سواء انت ومعاك ناس تانيين، او انا وانت بنتكلم عن ناس تانيين، او بتكلم عني انا وانت ومعانا ناس تانيين، ساعتها هستخدم الverb ومش هضيف له s ولا هضيف له اي حاجة، هحطه زي ما هو. فهقول we play او اقول we eat او they work او you look. طب ده كل حاجة؟ لا مش كل حاجة. انا كمان ممكن استخدم present simple او المضارع البسيط في اني اوصف يومي بيمشي ازاي، اوصف الروتين بتاعي اليومي. طب ازاي يعني؟ انا مثلا كل يوم الصبح بشرب فنجان قهوة، فهقول I drink a cup of coffee every day in the morning، I drink a cup of coffee every day in the morning، I drink a cup of coffee every day in the morning. دورك. او ممكن اقول مثلا ان انا بقرأ كتاب كل يوم او مرتين في الاسبوع، فهقول I usually read books، I usually read books، يعني انا في اغلب الاحوال او عادة يعني بقرأ كتب. طبعا في تفاصيل اكتر من كده بالنسبة لـ usually، بالنسبة لـ sometimes، بالنسبة للحاجات دي كلها هحاول اعملها لك في فيديو منفصل علشان ما لخبطكش. بس خليني اقول لك ان انت عشان
تستخدم البريزنت سيمبل في انك توصف الروتين اليومي بتاعك هتستخدمه بالطريقه دي. فهتقول اي درينك، هتقول اي بلاي، وممكن تستخدم معاها مثلا افري داي لو انت هتقول كل يوم، او سام تايمز اللي هي احيانا، او مثلا اوفن اللي هي في معظم الاحوال او في معظم الاوقات، او ممكن تقول مثلا 2 دايز ا ويك يعني يومين في الاسبوع، او 3 دايز ا ويك، او اي حاجه من الحاجات دي. وبس مش عايز اطول عليك اكتر من كده. لو في حاجه معينه انا نسيتها او ما ذكرتها لكش في فيديو ومحتاج ان انا اوضحها لك، اكتبها لي في التعليقات وهعملها في الفيديو الجاي. شكرا ليك جدا على المشاهده، وما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناه وتشوف بقيه الحلقات اللي فاتت وتستنى الحلقات اللي جايه. كان معك احمد حسن من ليرن ديفن اكاديمي، واشوفك في الحلقات اللي جايه. باي باي.